في قلب العاصمة تونس، وعلى أعتاب قصر كان قبل ساعات مقر إقامة ورئاسة زين العابدين بن علي، دارت معركة كبيرة بين القوات الخاصة وأفراد الحرس الرئاسي. معارك أخرى اندلعت بالقرب من مبنى البنك المركزي وخارج مقر أكبر أحزاب المعارضة كسرت الهدوء النسبي الذي فرضه الجيش. وألقت الشرطة القبض على العشرات ومن بينهم مدير الأمن الرئاسي، مع استمرار التواجد المكثف لدبابات وطائرات الجيش في محاولة لفرض الأمن في تونس. وبعيدا عن مناطق القتال، يحاول المواطنون أن يعيشوا حياتهم بصورة طبيعية بعد رحيل بن علي. نورمالمون خطوة في الاتجاه الصحيح، حتى توا المجرمين ممكن مجرمين حرف بقى، ما عنديش علاقة مباشرة معناتها ولا ما نعرفش شخص من عائلتي تعرض، حسب وسائل الإعلام وكل شيء الناس كلها تحكي معناتها على الجرائم اللي عملوها. توا نورمالمون إن شاء الله معناتها خطوة في الاتجاه الصحيح، توا نحبوا حريات سياسية واجتماعية وسيرتو حريات دينية. وخلال ساعات النهار بدأ المواطنون في بناء حواجز من فروع الأشجار وصناديق القمامات لإغلاق الشوارع وحماية الممتلكات مع اقتراب موعد حظر التجول ليلا. خرجنا ولبسنا مري والبيض باش نعقلوا بعضنا، وقلنا للبوليسيه اللي في المنطقه، قلنا لهم راه احنا لابسين بالابيض، حتى كان تلقاونا معناها بعد حاله الطوارئ ابارتير من 5 راه احنا معناها جماعه الحومه لهنا، وكاو استعدينا كما تشوف، اللي عنده عصا واللي عنده لمينا الحجر. الأمل في عودة الأوضاع الأمنية إلى سابق عهدها بات يحدو الكثير من التونسيين الذين استفاقوا بين ليلة وضحاها على رحيل بن علي ونهب وحرق للممتلكات وحرب شوارع بين مؤسسات الدولة. محمد رضا، بي بي سي.